السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هنشوف طريقة زراعة الزنجبيل، من أول ما ناخد قطعة الزنجبيل وننبتها وناخد البرعم ونستخدم قطعة الزنجبيل في المنزل، يعني بمعنى صح بدون ما نخسر أي جرام من الزنجبيل اللي احنا هنشتريه. هنشوف طريقة زراعة الزنجبيل وهنجاوب على كل الأسئلة اللي انطرحت أسفل فيديو زراعة الزنجبيل الصعبة. أفضل موعد لزراعة الزنجبيل هو فصل الربيع، ودرجة الحرارة المناسبة لزراعة الزنجبيل هي من 20 لـ30 درجة مئوية. أنا هنا بطبق الطريقة دي في تاريخ 20 مارس 2021، اللي هو شهر أذار أو شهر 3 ميلادي. جيب طبق أو هجيب علبة وحط فيها قطع الزنجبيل، بعد كده هعبي الطبق مي وهغمر قطع الزنجبيل بالكامل. مش هغير المية ولكن هحافظ على منسوب المي. كل ما ألاحظ إن المية بدأت تنقص هرجع مرة تاني وأكمل الطبق مية. هخلي الطبق داخل المنزل، مش هعرضه للشمس. في النهاية يهمني ان يكون درجة الحرارة من 20 لـ30 درجة مئوية. اصبح عندي برعم ومجموع جزري، وهو ده المطلوب. ولو لاحظنا هنلاقي فيه براعم جديدة هتظهر ومجموع جزري جديد هيظهر. هاخد القطع اللي فيها المجموع الجزري الجيد والبرعم الجيد بنفس الشكل وهفصلهم عن قطعة الزنجبيل، وحافظ على اني افصل البرعم مع المجموع الجذري بنفس الشكل. ممكن ازرع القطعة بالكامل، ولو انا حابب ان اخد القطعة استخدامها مرة تانية فبالتالي هفصلها بنفس الطريقة، او ان انا ازرع القطعة بالكامل في القصيص. بنفس الشكل هاخد القطعة اللي جهزت وهرجع قطعة الزنجبيل المطبخ استخدامها، او ارجعها مرة تانية المي عشان اخد البرعم اللي هتنمو بعد كده. احنا كده جاوبنا على اول سؤال اللي هو موعد الزراعة. هستخدم تربة زراعية تكون خفيفة، هستخدم تربة طمية او تربة طينية مخلوطة بسماد عضوي، او استخدم بيتموس، او استخدم سماد مشتل. انا بالنسبة لي بستخدم سماد مشتل وتحديدا بي في بي. اي تربة خفيفة تصلح لزراعة الزنجبيل. السؤال الثاني اللي اتكرر كتير هو حجم القصيص المناسب لزراعة الزنجبيل. القصيص المناسب لزراعة الزنجبيل، اي قصيص عند حضرتك يكون في فتحات تصريف جيدة هينفع لي زراعة الزنجبيل. واللي يهمني في القصيص هو قطر القصيص مش ارتفاع القصيص، يعني كل ما كان قطر القصيص كبير كل ما تنجح زراعة الزنجبيل، او بمعنى صح كل ما يكون عندي انتاج زنجبيل غزير. في النهاية لو هزرع في قصيص قطره 30 سنتي يكون جيد. المرحلة الاولى من مراحل نمو نبات الزنجبيل هي ابطأ مرحلة من مراحل النمو. هنا في تاريخ 6 مايو 2021، اللي هو 6/5/2021، اللي هو 6 ايار 2021، اصبح حجم النبتة بهذا الشكل. طبعا بالعادة النباتات اللي بتستغرق اوقات طويلة بنقدر نحنا نزرع معاها اي نبات. ممكن ازرع النوى البلح بنفس الطريقة وبعد كده انقله من القصيص. وزي ما ذكرت لحضراتكم هي المرحلة الاولى من عمر نبات الزنجبيل هي اللي بتكون بطيئة في النمو، بعد كده النبات بينمو عندي بسرعة. هنا ما شاء الله النوى البلح طلع واصبح وضع النبتة ممتاز. تقليب سطح تربة النباتات عملية مهمة جدا جدا للزراعة بشكل عام، ايا كانت في المزارع او في الحقول او في الزراعة المنزلية في حديقة المنزل او في القصيص، ودي عملية بتوازي عملية العظيف في المشاريع الزراعية. باستمرار هنقلب سطح تربة القصيص عندنا حتى لو مرة واحدة في الاسبوع. هنا ما شاء الله النمو جيد، وضع النبتة ما شاء الله جيد جدا. نواة البلح اللي احنا زرعناها جاهزة ان احنا نشيلها وننقلها في قصيص مختلف، وده طبعا ليه فيديو منفصل عن فيديو زراعة الزنجبيل. هنا بداية تكوين الدرانات تاريخ 3 سبتمبر 2021، يعني بعد 6 شهور من الزراعة بدأت الدرانات تتكون بنفس الشكل. أضيف تربة زراعية عشان أساعد في تكوين الدرنة بنفس الطريقة اللي احنا بنستخدمها في زراعة البطاطا الحلوة أو البطاطس. هضيف تربة، وأثناء إضافة التربة مش هروي القصيص عندي أو مش هروي النبتة عندي، هنتظر يوم أو يومين وبعد كده أرجع تاني لطريقة الري. وطريقة الري الصحيحة لنبتة الزنجبيل هو إن أنا هروي كميات مي قليلة في عدد مرات تناسب النبتة عندي. النمو جيد والنباتات قوية، وبدأ درنة الزنجبيل تاخد احجام جيدة. المقطع ده او الجزء ده هيرجعنا لعملية اختيار القصيص. لو لاحظنا هنلاقي كل ما كان القصيص واسع
كل ما كان حجم طرنات الزنجبيل او محصول الزنجبيل هيكون كبير. وهنشوف في نهاية الفيديو ان المجموع الجذري لنبات الزنجبيل مش كبير او مش عميق للاسفل، فبالتالي كل ما كان القصيص واسع كل ما كان القصيص مثالي لزراعة الزنجبيل. هرجع مرة تاني اقلب سطح التربة واضيف جزء تربة زراعية، وهكرر اضافة التربة كل ما الاقي ان الدرنات بدأت تظهر، وده هيساعد في تكوين درنة الزنجبيل بنفس الشكل. ومش هروي النبتة عندي بعد ما ضفت التربة، هنتظر يوم او يومين وارجع اروي التربة. طبعا التربة خفيفة فبالتالي شكلها كتير، لكن بعد ما هروي هترجع تاني تنخفض للأسفل. لو النبات عندي محتاج ان انا اسنده هسنده، لو النبات طبيعي ومش هيتكسر فبالتالي هتركوه بشكل طبيعي. في شهر 11/2021 بدأ يظهر علامات نضج المحصول على النبتة عندي، وعلامات نضج المحصول بتكون زي ما حضرتك شايف بداية اصفرار وجفاف أطراف الأوراق. وفي فرق بين الأوراق لما تبدأ تجف وتصفر بنفس الطريقة، وفي فرق بين إن النبات يصاب بمرض ويموت بالكامل. في علامات النضج بيكون عملية تدريجية زي ما حضرتك شايف، ولكن الإصابة والمرض بتمسك النبات بالكامل. ممكن في المرحلة دي أحصد الزنجبيل، وممكن إن أنا أبدأ أخد منه قطع على حسب استخدامي أو على حسب احتياجي، وممكن إن أنا أنتظر لحين ما المجموع الخضري كله يجف وأبدأ أحصد الزنجبيل بالكامل. هنا جف المجموع الخضري وأصبح عندي الزنجبيل جاهز للحصاد، وهنا في تاريخ 7/1/2021. يعني الزرعة دي استغرقت معانا 9 شهور من بداية ما اشترينا قطعة الزنجبيل من السوق وزرعناها لحين ما حصدنا محصول الزنجبيل 9 شهور بالظبط. هنحصد الزنجبيل مع حضراتكم ونشوف حجم درنة الزنجبيل. هنا ما شاء الله حجم الدرنة ممتاز جدا جدا مقارنة بطريقة الزراعة اللي انا استخدمتها واللي انا ما استخدمتش فيها جرام واحد من الزنجبيل. لو لاحظنا هنلاقي بداية ظهور براعم، وده يعني ان لو كان قطر القصيص اكبر كان بدأت يظهر عندي براعم جديدة، والبراعم والنموات اللي هتموت مش هتأثر على الزرعة، والبراعم الجديدة اللي بتنمو هترجع مرة تاني تغذي الدرنة، والدرنة هتاخد احجام اكبر من اللي هي موجودة. ومع ذلك الحجم ده مثالي جدا جدا بالنسبة لي، لان انا اصلا ما استغرقتش جرام واحد من الزنجبيل. اتمنى من الله ان يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.